السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا مشاهدينا الكرام، أحييكم وأرحب بكم زملائي في الاستديو من هذه الفقرة الجميلة، فقرة السوق، وأيضا من سوق الجبيل، هذا المعلم التجاري والسياحي المميز والجميل في إمارة الشارقة. نبدأ وياكم إن شاء الله اليوم جولتنا نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، أتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة من هذا القسم المميز، قسم الأسماك، ونبدأ وياكم إن شاء الله في هذه الدكة، دكة الأسماك المقطعة. اليوم عندنا أشياء طيبة، وأيضا الأسعار اليوم الحمد لله بعد الأسعار اليوم نازلة. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. تنزيلات اليوم؟ اي سمك تنزيلات اليوم ما شاء الله. خبرنا اليوم اليودر كم اول شيء؟ ان شاء الله اليودر اليوم كيلو 30 درهم، خالي 30 لحم. صافي لحم على 30 نعم، كان قبل على 40 و45 اليوم على 30 درهم. والجنعد كم عندنا اليوم بعد؟ اليوم كيلو 40 درهم. 40 من 45 اول كيلو 60 55 50 بعد 45 اليوم 40 نزل 40 اليوم 40 والسجل كم واصل؟ السجل كان قبل 45 درهم كيلو، اليوم 40 سويسرا 40 بعد. انزين عندنا الجش هنا ما شاء الله، اول كيلو 30 درهم اليوم 25 درهم 25 25 درهم. زين وهناك عندنا اليوم القباب بعد كم ما شاء الله؟ القباب كان اول هذا 35 35 اليوم 25 اليوم 25 درهم 25 صغار. اي صغار نعم 25 صغار. عندنا القباب اليوم مشاهدينا الكرام هنا، هذا شوفوا الاحجام هنا اللي موجوده عندنا اليوم، والكيلو على 25، كان نمسات على تقريبا 30 35 اليوم على 25. والخباط الحين خباط واصل ما حين رخيص. كم بعد الخباط واصل؟ اليوم 30 درهم 30 نزل من 45 لغايه 30 درهم اليوم 45 جنيه اليوم 30 30 درهم 30 درهم اليوم مشاهدينا الكرام. عندنا اسعار الاسماك 5 دراهم الكيلو، اليودر الكيلو على 5 دراهم اليوم. عندنا اليودر مشاهدي الكرام طبعا للراس، اما للاحجام الثانيه عندنا هناك اليوم على 30، والشن عدد نزل سعره الى 30 ايضا درهم، وعندنا ايضا الخباط على 30، وايضا القباب اليوم من 30 الى 25 درهم مشاهدينا الكرام. ما شاء الله الطلبات قائمه على هذا القسم. شكرا جزاك الله خير. ننتقل وياكم ايضا مشاهدينا الكرام الى دكه اخرى بنتعرف فيها ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار. طبعا عندنا الخثاق والنغر، وعندنا ايضا الحاسوم هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك بيه؟ شو الاسعار هنا بدايه؟ هذا كيلو 25 25 خثاق ونغر؟ نغر بعد 25 25 و 25 25 و 25 درهم اليوم الاسعار مشاهدينا الكرام. طبعا سعر يعتبر شويه ثابت، لانه من فتره كان السعر تقريبا ايضا بين ال 20 و 25، فيعتبر السعر ثابت. وهنا عندنا ايضا الحاسوم اليوم. الحاسوم بعد 25 25 من 30 الى 25 درهم اليوم سعر الكيلو من الاسماك الحاسوم. نعم يكون شوي غاليات احيانا، لكن اليوم عندنا اسعار طيبه والحمد لله على 25 قلنا ابوي ولا؟ ايوه 25. انزين وهناك عندنا 25 ربيان مزارع. مزارع ربيان المزارع عندنا هنا مثل ما تشوفونه هذا الابيض هنا، وعلى كم 25؟ 25 25 درهم سعر كيلو عندنا اليوم ربيان مزارع مشاهدينا الكرام. وهنا عندنا البان هذا، يجيب شوي البان القباقيب هنا ما شاء الله. على كم بعد هاي؟ على 15 كيلو. كيلو ب 15. 15 كيلو على 15 درهم. طبعا هذه الاحجام الصغيره مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون عندنا، والكيلو على 15 درهم اليوم واصل عندنا هذه الكميه الطيبه. هذه طبعا محليات. هي نعم. زين نزل ابوي بصير طالع بعد الدكات هنا عندنا. الزبيدي كم واصل الحين؟ الزبيدي 40 درهم. 40 بدايه الاسبوع كان على 45، اليوم على 40 درهم سعر الكيلو. وهنا القباقي الصغار كم بعد؟ صغر هذا 25 درهم. 25 على 25. وعندنا القابط؟ القابط هذا 6 درهم كيلو. 6 دراهم القابط، 6 دراهم القابط. وهناك عندنا القباقيب؟ 40 درهم. 40 هذه للكبار طبعا مثل ما تشوفون عندنا نوعين، هذا شيء من الفجيره وشيء ايضا هنا المستورد من سلطنه عمان. هنا شوفوا الاحجام. نعم على 40 40 درهم؟ 40 درهم على 40 درهم اليوم اسعار القباقيب. عندنا يعني مشاهدي الكرام عندنا ب 20 و 25 و 40 درهم اسعار القباقيب اليوم اللي متوفره عندنا في سوق الجبيل ما شاء الله، وكميات طيبه ايضا واصله من هذه الاسماك. وهنا عندنا ايضا دكه الاسماك ايضا في المستورده، في عندنا ايضا المحلي عندكم البارامندي. البارامندي طبعا خبرناكم الاسماك الطيبه للشوي، وهذه تينا من المملكه العربيه السعوديه، هذه طبعا اسماك مزارع وكان على 20، واليوم كم؟ اليوم على 20 على 20 بعد 20. على 20 درهم الى الان. بس من شهرين من نزلت هذه الاسماك وصلت عندنا هنا كان السوم على 25 وتم ينزل شوي، لكن الان ثابت على 20 درهم، واسماك ايضا كبيره عندنا مشاهدين الكرام، بالاضافه الى عندنا اليوم بعد الزبيدي. شوفوا عندنا الاحجام صغيره، وهذا 40 ولا اقل؟ 40 على 40 درهم اليوم الاحجام هذه الصغيره. وهنا عندكم طبعا هامور، الهامور هذا مقطع وجاهز مصفاي من العظم وال ايضا اليلد وكل شيء، على كم بعد قوي هنا؟ 75
75 درهم. 75 درهم. 75 درهم سعر الكيلو عندنا هناك مشاهدينا الكرام، قبل كان على 80 الان على 75 درهم. وطبعا هذه الدكه ايضا عندهم السالمون متوفر هنا بعد. على كم بوي السالمون عندك؟ كيلو 70 درهم. على 70 درهم سعر الكيلو، كان على 75 قبل، وحين على 70 درهم. جزاك الله خير. طبعا السالمون مشاهدينا الكرام متوفر على كذا دكه، بغيتوا مقطع باليد موجود، بغيتوا اللحم صافي موجود، بغيتوا سمكه كامله ايضا متوفر موجود عندنا مشاهدينا الكرام. الاسعار تتراوح بين 39 37 32 على حسب، في ايضا على 35 درهم التي تكون هي المقطعه بشكل دوار. وهني عندنا ايضا مشاهدينا الكرام، طبعا هذه دكه الاسماك المستورده ايضا، عندنا السبريم وعندنا هناك البياح المصري. كيف حالك بي؟ على كم سبريم؟ 28. 28 درهم. 28 قبل كان على 30 هاي، لكن الان على 28 درهم مثل ما تشوفون الاحجام الصغير. وهناك عندنا ايضا البياح او البوري 25. المصري على 25. 25 درهم الى الان السعر ثابت مشاهدينا الكرام، ما تغير السعر هذا، ثابت على ال 25 درهم مشاهدينا الكرام. واليوم 20، نعم البارموندي على 20، بارموندي او لاسين سيباس على 20، وعندنا السيباسنه 33. قبل كم كان هايله السعر؟ 35. 35 الان على 33 درهم الان السعر، تقريبا شبه ثابت من اسبوع مشاهدينا الكرام. طبعا نزلت الاسعار شويه عندنا بالذات الاسماك المستورده، قبل كانت شويه غالي، لكن الان الحمد لله نزلت الاسعار. هني بعد عندنا العشاق القشريات الربيان، عندنا هنا ما شاء الله شوفوا الكميه اللي وصلت اليوم عندنا من الربيان، عندنا ام الربيان اللي هي اللبستر، وعندنا التايجر، وعندنا انواع مختلفه. خلينا نشوف وياكم هنا الاسعار ان شاء الله ونستفسر وياكم. السلام عليكم. كيف حالك بي؟ الحمد لله طيب. ما شاء الله، خبرنا اليوم كم ام الربيان لبستر؟ انا لبستر اليوم 110 درهم كيلو. 110 دراهم. 110 دراهم. وهني عندنا التايجر، هذا التايجر 85 درهم كيلو. 85 ما شاء الله، كان على 95 اليوم على 85. وعندنا تايجر فلاور، هذا تايجر فلاور 75 درهم كيلو. 75 درهم. وعندنا تايجر اسود، هذا 70 درهم كيلو. على 70. وهذا الاحمر كم هنا؟ احمر بعد 75. 75. وفلاور فوق؟ فلاور فوق هذا في وسط، هذا 65. 65 ما شاء الله. وهذا عندنا جامبو ابيض، هذا 55 درهم كيلو. 55 عندنا الجامبو الابيض. وعندنا التايجر الاسود هنا كم بعد بي؟ 60 درهم كيلو بي. على 60 ما شاء الله، على 60. وعندنا هناك ايضا هذا 50 درهم كيلو فلاور. هذا الفلاور على كم؟ 50 درهم كيلو. على 50. على 50 درهم عندنا هذا السعر وياكم بعد مشاهدينا الكرام. بنكمل وياكم هني ما شاء الله شو الكميه، شو من الاسماك اللي وصلت عندنا هنا. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ شو اخبار؟ شو واصل هذا؟ ما شاء الله سبريم ما شاء الله. شوي تعال كذا شوي بس خلينا نشوف. هاي طبعا السبريم الاحجام الكبيره مشاهدينا الكرام، اللي يسوون عليه عرض دائما ب 33 درهم، قبل كانوا ينباعون على 35 الان على 33 درهم، واحجام كبيره 33 بعد 33 33 وكميه توها واصله، وزعوها الاخوان هنا حبه يا 650 700 800. ما شاء الله الوزن 650 جرام تقريبا 700 ما شاء الله، هاي 780 يعني شوي بتوصل وزن الكيلو ما شاء الله. جزاك الله خير. نكمل وياكم ايضا جولتنا مشاهدينا الكرام. ما شاء الله اليوم ايضا في اقبال على السوق، انا بدخل على الدكات، بنحاول الحين ندخل هنا بنشوف. عندنا هني ما شاء الله البياح والهوامير، وعندنا التقوى اليوم اللي يبغى التقوى بعد هنا ما شفته انا. السلام عليك. كيف حالك بي؟ الحمد لله. كم التقوى هنا؟ تقوى كيلو 30 حاجي. 30 30 اللي يدور المشواه يبغي يحلى حق البيت اليوم، حياكم الله. عندنا شوفوا ما شاء الله، شوفوا الاحجام الطيبه اللي وصلت اليوم. على كم بي 30؟ هذا كيلو 30. كيلو على 30 درهم. انزين وهناك عندنا البياح كم بعد واصل؟ بياح كيلو 20. على 20. على 20 بياح كيلو. البياح على 20 درهم اليوم سعر الكيلو مشاهدينا الكرام. والشعري الى الان سعر ثابت، العرض هذا قائم الى الان مشاهدينا الكرام على 20 درهم. الاحجام هذه يشوفونها عندنا شيء من الكبار وشيء من الصغار، وعندنا هناك الكراديس بعد اسعارهم طيبه، وصل كيلو فيهم تقريبا 15 درهم. وهني عندنا الشعوم على كم بي هنا الشعوم؟ كم كيلو 20؟ على 20. هذا 80. ما شاء الله ما شاء الله، شيء طيب وعلى 20 درهم. وهني عندنا الدبسي كم الجش؟ جش فرو 25. 25، الفرو او الدبسي طبعا لها مسميات مختلفة، واليوم على 25. والفسكرة كم هنا؟ فسكر 20. على 20. على 20 درهم، الفسكرة عندنا اليوم مشاهدينا الكرام مثل ناخذها على 20 درهم سعر كيلو عندنا الفسكرة مشاهدينا الكرام. السلام عليك. ابوي ايش حالك؟ طيب الحمد لله بخير. الله يسلمك يعطيك العافيه. تعال تدعي على الكاميرا شويه، خبرنا باسمك. عبد الله سبت. عبد الله سبت. ونعم ابوي عبد الله. ايش حالك؟ الله ينعم في حالك. شو تاخذ اليوم الحلى ان شاء الله؟ والله يا عجبتني الحدي. الحدي
قلاي مشواي صالون لا حق حق مشواي هذا حق مشواي رقم واحد احجام كبير اليوم حق بماكة هذا والكوفره والفرش مره هاي شغلته مره المشواي نعم رقم واحد نعم. والتقبه ابوي ما جربته حق شوي حق شوي ايضا حق شوي نعم. والفسكره هاي تستوي مقلب تستوي مرقه اي نعم زين فلحمتها شويه طيبه يعني طيب بس نعم. لها موسم صحيح ايه؟ لها مواسم ونعم واليوم خذيت انت القدي ما شاء الله هذا ويبه وحده اي نعم ويبه وحده لان اخذنا زياده وحطيناه في الثلاجه يخترب شوي نعم. تغير طعمه باله بين يوم ويوم الثاني نعم. خلاص نعم. تاخذه نعم الله يطول بعمرك الحمد لله بارك الله فيك الله يسلمك طول بعمرك ابوي بارك الله فيك طبعا الله يسلمك جزاك الله خير احد المواطنين الكبار ما شاء الله عليه ذو خبره ايضا اعطانا بعض المعلومات عن طريقه استخدام او كيف تطهي هذه الاسماك اذا بغيت المشواي للمقلاي للصبارين ما شاء الله عنده معلومه طيبه وهني عندنا ايضا هذا الصيرم مثل ما تشوفون عندنا الكوفر وعلى 20 اظني هذا كيلو 20 درهم الكيلو على 20 درهم الكوفر بغيتوه حق الصالون بغيتوه حق مقلاي شيء طيب وفنان ما شاء الله اليوم والاحجام ايضا طيبه واسماك سميره مشاهدينا الكرام توها واصله عندنا اليوم الصبح في هذا السوق المميز وعندنا الكيلو على 20 والشعري ايضا الى الان على 20 مثل ما خبرناكم شوفوا الاحجام اللي موجوده عندنا هذه الاحجام ما شاء الله شوفوا ها الاحجام كبيره وطيبه اليوم عندنا مشاهدينا الكرام واسماك سمينه مثل ما تشوفون والكيلو على 20 بغيتوا الكبار بغيتوا الصغار كل شيء متوفر والحمد لله عندنا اليوم في سوق الجبيل وهني عندنا ايضا الصافي، الصافي على كم واصل ابوي اليوم؟ 45 الصافي على 45 درهم اليوم عندنا مشاهدينا الكرام وهني عندنا ايضا هذه اسماك النقرور هنا النقرور كم عندك؟ ها؟ لا النقرور 25 25 عندنا النقرور اليوم وعندنا الجش الصال هنا كم 25 والفريق الفرو 25 جش الفرو على 25 وعندنا البياح 20 على 20 درهم عندنا البياح اليوم مشاهدينا الكرام بننتقل ياكم ايضا طبعا احنا هنا وصلنا الدكه هذه وهذه وهنا كلهن دكات قوارب الصيد الصغيره يعني هنا توصل عندنا الاسماك اللي هي قوارب الصيد الصغيرة وأيضا قوارب الصيد الكبيرة اللي هي المحامل بس على الدكات الثانية وأحيانا تتوزع هنا على حسب الكميات الموجودة. السلام عليك يا عسكر. السلام. كيف حالك بيه؟ الحمد لله. طيب ما شاء الله خبرني شو واصل عندك اليوم؟ شعري؟ شعري اليوم 20 درهم كيلو. على 20. أيوه. شعري على 20 اليوم. وهذا كوفر بيه. نفس طلع شوي نفس الشيء. أحجام طيبة وكبير مثل ما تشوفون عندنا اليوم مشاهدينا الكرام أحجام طيبة ما شاء الله وعلى 20 درهم كيلو 20 درهم على 20 يا عسكر وهناك شو عندنا الصيرم هذا بياح شيرم بيامل وملقين على كم كيلو 30 على 30 ايوه على 30 ما تم منه شيء بعد الا شويه إيه. ما شاء الله في موجود في موجود موجود بعد إيه. انزين والصافي كم عندك صافي اليوم 50 درهم مال البر 50 ايوه مال البر اليوم على 50 شكل شوف يا ما شاء الله ما شاء الله سمك سمينه وطيب اليوم على 50 درهم سعر الكيلو وعندنا الجش ام الحلا كم هنا كيلو 30 على 30 جش ام الحلا وعندنا هنا البياح هذا بعد كم بياح كيلو 20 درهم هذا على 20 شيء عندنا 30 و20 هذا حي نعم 20 و30 درهم وعندنا هناك الحمام حمام كيلو 35 35 الحمام 35 درهم هامور هامور كيلو 50 درهم على 50 هوامير اليوم على 50 طبعا سعر يعتبر ثابت من الاسبوع اللي طاف مشاهدينا الكرام زادت الاسعار من ال 65 وال 60 وال 55 الى 50 درهم والبياح عندنا مثل ما تشوفون هنا نوعين ما شاء الله شيء على 20 وشيء على 30 واليوم اللي يبغي الجش ما شاء الله شوفوا الجش الجش اليوم نعم هذه ام الحلا هذه موجوده عندنا مشاهدينا الكرام وعلى كم عسكر ام الحلا اليوم؟ 30 على 30 درهم طبعا نزل سعرها اللي يعرف ويتابعنا كان سعرها على 40 و35 اليوم على 30 درهم والصافي ايضا مشاهدينا الكرام نزل السعر ما شاء الله وصل الى ال 50 قبل كان على ال 55 الفتره الاخيره لكن واللي قبل كان على ال 60 و 65 وال 70 واليوم على 50 واحجام ايضا طيب مشاهدينا الكرام وعندنا البياح مثل ما خبرنا اخونا عسكر البياح هذا ملم قيوي البياح العربي ما شاء الله وعلى 30 درهم اسماك سمينه مشاهدينا الكرام وهناك خلينا نشوف وياكم بس كانت زحمه على الدكه هنا ورا بنشوف عسكر خلينا نشوف وياك جزاك الله خير شو عندك هنا؟ الكوفر نقرور وهني عندنا شغالي هني عندنا الكراديس الصغار اول شيء خبرنا كم هنا عندنا شعري هذا كيلو 15 درهم 15 درهم أيوة. وطازج تو واصل من قوارب صيد الصغيره مشاهدينا الكرام على 15 درهم والنقرور كم واصل نقرور كيلو 25 25 ما شاء الله فنان هذا كل سمين شيء طيب نعم إيه. نقرور اليوم احجام طيبه وكبيره عندنا ما شاء الله متوفر مشاهدينا الكرام وعلى 25 25 والكوفر شوفوا الكوفر الكوفر يقول لك تعالوا اشترني ما شاء الله شوف شوف شيء طيب ما شاء الله وطازج تواصل عندنا مشاهدينا الكرام
وعلى كم بعد عندنا؟ كيلو 35. 35 درهم سعر الكوفر عندنا اليوم، نزل طبعا من 40 الى 35 درهم مشاهدينا الكرام، والشعري على 20، والحمد لله والخير كثير وكل شيء متوفر عندنا اليوم في سوق الجبيل. وطبعا هذه الاسماء كلها واصله مثل ما خبرناكم نهايه الاسبوع، حياكم الله، مروا علينا السوق، خذوا لكم هذا اللحم الطيب، ان بغيتم الاحلام بغيتم الايدام موجود، اللحم والدياي وايضا الخضار متوفره، واذا بغيت تشوي موجود عندنا قسم خاص لشوي الاسماك، تاخذ غدا حق يوم الجمعه ولا حتى اليوم على راحتك، كل شيء متوفر الحمد لله في سوق الجبيل. احنا كذا خلصنا وياكم جولتنا متابعينا المشاهدين الكرام، نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه، نرجع نكمل باقي فقراتنا مع الساده الزملاء في الاستديو، حياكم الله.